دكتور يحيى انا كان عندي سؤال في المحاضرة، نعم كان عندي سؤال في اخر محاضرة لو سمحت، بتقول ايه؟ عندي سؤال في اخر محاضرة لو سمحت يا دكتور. اتفضل. في ال لما كنا بنتكلم على ال T1 system كنا بنقول ان عندنا ال realistic bandwidth وال Nyquist bandwidth، انا ما فهمتش ال equation نفسها جت منين واحنا بنعوض في ال bandwidth، يعني كانت مرة 1 over 2 TB ومرة 1 over TB. ده الباندويت يعني. هي ما طلعتش معايا خالص، حاولت اعوض بيها ما عرفتش. طيب ماشي. خليني افتح اخر فايل ونوضح النقطة دي. أشيل الفايل وإن شاء الله نوضح. اللي هي الجزء ده كان في سلايد كانت بتاعت T1. بتاعت T1 ده الاكزامبل اللي خدناه. هي دي. مش عارف ازاي جت بقى. ماشي. بص، شايف الرسمة اللي تحت دي؟ تمام. الرسمة دي بتقول ايه؟ بتقول ان هو هياخد السم بتاع ال P of F minus N R B equals T B، والكلام ده هياخده على اتنين signals، يعني اصل ثلاثة اللي هو ال PF و PF minus 2W و PF plus 2W. ال 2W هنا اللي هي ال RB. فخليني دي سلايد فاضية اهي، نتكلم على دي ازاي جت كده وكده، صح؟ ده السؤال بتاعك في السلايد اللي انت شايفها يا دكتور ما عرفتش اللي هو اجيبها. TB. طيب بص، في حد تاني عنده استفسار في النقطة دي؟ أعتقد إن ممكن دي نقطة مهمة بعدكم ممكن مش واخد بالي منها. دلوقتي أنا عندي اللي هنرسمه هنا اللي هو السم بتاع ال P of F minus N R B، ده من minus infinity ل infinity، ده one equals المفروض T B. ف اللي احنا قلناه عشان نحقق النلز، النالز اللي هي السيجنال في التايم دومين ده، برسم فريكونس دومين عشان نحقق النالز في الفريكونس دومين في التايم دومين عند التي بي، اللي هرسمه في التايم دومين ده ان السيجنال تبقى ليها شكل ما ومحققة زيروز اهو عند كل عند تي بي، والسيجنال التانية هتبقى بدأ من هنا مثلا وليها أي شكل بقى. خلاص، يبقى ما بين ال تي بي ما بين ال ان تي بيز السيجنال هنا اهو ما تهمناش قيمتها قد ايه،
ولكن يهمنا ان عند كل تي بي السيجنال تكون بزيرو عشان يتحقق الكونديشن ده. هنا بقى في النص ممكن تاخد اي شكل، خلاص عشان يحقق الكونديشن ده لازم ان السم بتاع ال بي اف ماينس ان ار بي ايكوالز ايه، ايكوال كونستنت اللي هو التي بي. التي بي هنا ده ايكوالز 1 اوفر ايه 2 دبليو، اللي هو لو انت بصيت هنا ادي ارسم لك حاجة جينيريك، ده هنا تي بي اهي، هنا تي بي، وبالتالي الصم ده وان هيبقى ان السيجنال انا مش هرسم رز قزاين بالذات، ولكن هرسم ايه، هرسم مالتيبل سيجنالز. ده هنا شفتت بكام، شفتت بتي بي، وواحدة تانية الناحية التانية شفتت ايه ماينس تي بي. لو كملنا كده واحدة تانية دي كده سوري ار بي، انا برسم هنا مع الفريكونسي، فبالتالي ده وان ار بي. هنا عندي اتنين ار بي، وهنا عند ماينس 2 ار بي، والكلام ده بقى ممتد يمين وشمال اهو لغاية ماينس انفينيتي للانفينيتي، بحيث ان عند اي بوينت، ان عند اي بوينت هنا اهو مثلا خدت البوينت دي، في بقى عندك ايه، في السيجنال دي الحمراء والجزء من السوداء وجزء من الاورنج وهكذا، وبعدين الجزء من اللي بعدها، كل ده الصم بتاعهم هيساوي كونستنت اللي هو تي بي. تي بي لو اتحقق الكونديشن ده هيحقق زيروز او نالز عند تي بي في التايم دومين. ده كده فاهم؟ اه تمام، انا فاهم الكونسبت كله يا دكتور، بس مشكلتي كانت في التعويض في الايديال وفي النايكست. طيب ماشي. دلوقتي الايديال، الايديال اللي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هي الألفا بزيرو خالص عادية. ان عندي الار بي ايه، وادي اتنين ار بي، وهنا ماينس ار بي، ماينس اتنين ار بي. دي هتبقى بقى ادي دبليو اهي، ودي ماينس دبليو، هتبقى عاملة كده. والحمراء هتبقى عاملة كده. ماشي، والأورنج عاملة كده. ماشي، ده كده ايه ايديال نايكوست. طيب لو انا اتكلمت على رزق كوزاين بقى، رزق كوزاين زي ما شفناها من شوية ان هو بياخد دي رزق كوزاين، ان هو بيجي ياخد الجزء ده في الجزء فلات وجزء تاني ايه في حتة كوزاين يعني، خلاص. فالشكل العام بتاعها هنرجع برضك هنا هنقول ده تي بي وده وان ال ادي ده ار بي وده اتنين ار بي وده ماينس ار بي ده ماينس اتنين ار بي. شكل السيجنال بقى ايه، هتبقى حتة فلات كده ماشي، وجزء ريز كوزاين، وجزء كوزاين اهي اللي هي مش هتوصل لايه، مش هتوصل للار بي، تعتمد على الالفا.
ماشي، تعتمد على ايه؟ القلب. وهنا جزء اهو الاحمر بقى يبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل حته فلاته اهي، وينزل كده جزء وكده جزء. سؤال ليك بقى، السيجنال هنا اللي هي الاورنج موجوده ولا مش موجوده؟ هي ليه ما تبقاش موجودة؟ مش فاهم. ايه، هي ليه ما تبقاش موجودة؟ مش فاهم. هي موجودة اه خلاص، موجودة وقيمتها عاملة كده ماشي. انا بقول لك بسألك موجودة ولا مش موجودة ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان هناخد الافكت بتاع فريز كوزاين، بناخد الافكت بتاع البولس دي واللي بعدها واللي قبلها ماشي، بس هي ممتدة من ماينس انفينيتي لانفينيتي اوريدي زي التانيين، ولكن عند ات اني تايم هتلاقي الافكت بتاع تلاتة بس ماشي. هنا ان جنرال بتلاقي الافكت بتاع ايه؟ بتاع كله المفروض في الحتة دي، في اللي هنا برضك ليها افكت هنا، واللي هنا يعني عند اتنين تلاتة دي بي، وعند اربعة سوري تلاتة ار بي واربعة ار بي ليها افكت في ايه؟ في البوينت اللي احنا بنجمعها هنا دي خلاص، مجموعهم كله المفروض تي بي. هنا بقى ايه؟ ات اني بوينت في الايفكت بتاع تلاتة بس. طيب ده كده رزق كوزاين بأي الفا. لو انا بقى رزق كوزاين بالفا ايكوالز 1، الاولا فين الباند ويدث هنا؟ هي فوق نفس بدل الباند بي، ويدث هي بالالفا. وتحت عند النقطة اللي وقفت لها بقى. اه بالظبط، ده الباند ويدث، ده النقطة اللي انت ايه وقفت لها. ففي حالة ده البي تي، وهنا ده البي تي. في حالة بقى الايديال نايكوست سوري، في حالة الالفا ايكوالز 1 دي اعملها بلون مثلا التوبي بقى. في حالة الالفا ايكوالز 1 الشكل ده هيبقى عامل ازاي؟ انا هرسم الاسود ده هيبقى نازل من هنا اهو، ده في حالة ان الالفا ايكوالز 1. يبقى البي تي ايكوالز كام؟ هي هتبقى 2W equal RB. اه بالظبط، بيكون 2 دبليو، وبالتالي اللي هي 1 اوفر ار بي على طول. في حالة الايديال نايكوست هنا 1 اوفر ار بي، في حالة الايديال نايكوست هنا هتبقى ايه؟ واحد على تي هتبقى بي يا دكتور، مش نص ار بي، ار بي. هتبقى اللي ار بي هنا هتبقى البي تي ايكوالز نص ار بي. فعشان كده في حالة ال في حالة دي ايديال نايكوست ماشي، اتاخدت ان هي نص ار بي. وفي حالة الرياليستيك والفا ايكوالز 1 طلعت ايه؟ بار بي. واضح؟ على حسب بقى الالفا اجيبها منين؟ من الايكويشن دي. دي الايكويشن اللي تقول يعرفوها بالنسبة لي ده الباندويتس هو دبليو 1 بلس الفا، فالالفا ايكوالز 1 يدينا 2 دبليو اللي هي ار بي. واضح؟ تمام، وشكرا دكتور. عفوا. فبالتالي يبقى الباندويتس اللي هو ده وده، ده على اساس ان ده ايديال وده وان ريز كوزاين بالفا ايكوالز 1. لو الفا تانية هيطلع ايه؟ هيطلع باندويتس تاني. طيب ده كده بالنسبة ايه للجزء بتاع الباندويتس. انا حبيت برضك اوضحه لان ايه ده بيعمل كونفيوجن عند بعض الناس. خلينا بقى نشوف هنا هنا بقى هنتكلم عن كونسبت جديد، هو برضك شابتر جديد يعني. اللي هو حاجة اسمها سيجنال سبيس،
في حاجة اسمها سيجنال، سيجنال سبيس هنا، انت شايفين كده؟ اه يا دكتور شايفين. طيب في السيجنال سبيس هنا ده شابتر 5، هنتكلم عن سيجنال سبيس، هيدينا كونسبت هيسهل لنا كتير قوي في التعامل مع الديجيتال سيجنال سواء بيس باند او موديليتد. ففي هنا هناخد هنفهم كونسبت اسمه جيومتريك ريبريزنتيشن اوف سيجنالز، خلاص. وبعد كده هنتكلم على، انتوا طبعا فاكرين في حالة ال في حالة الانالوج كنا بنتكلم على السيجنال تو نويز ريشيو، صح؟ لو فاكرين كورس الانالوج بنتكلم على السيجنال تو نويز ريشيو، وده اللي بيحدد الكواليتي بتاعة السيجنال. في حالة الديجيتال انا عندي السيجنال تو نويز ريشيو دي هتتحول لترم تاني اسمه بيت ايرور ريت. بيت ايرور ريت ليه بقى بتتحول لبيت ايرور ريت اللي هي بي ار؟ لان في حاله الديجيتال لو انا عندي في حاله الانالوج، في حاله الانالوج انا عندي سيجنال بالشكل ده اهي، وجي عليها نويز ارسمها بالاحمر، خلاص. في حالة الديجيتال عندي سيجنال اهي، مثلا لو افترضنا باينري 101 مثلا، لما بيجي عليها نويز زي ما شفنا في الماتش فلتر، احنا في الاخر عاوزين نوصل لحاجة ان هي يعني في ثريشولد هنا اهو، سواء هاخد ثريشولد على السيجنال على طول او هعديه على ماتش فلتر، اللي هو بالنسبه للبارس دي احنا شفناها اللي ماتش فلتر هنا عباره عن انتجريتور، او اعمل اوتو كوريشن وات ايفر اللي هعمله على السيجنال هنا. في الاخر خالص هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ديسيجن 1 ولا 0. فالفرق بين هنا وهنا ايه؟ ان هنا قيمه السيجنال نفسها بعد الايفكت بتاع النويز، خلاص الاكزاكت فاليو بتاعته ما تهمش. ليه؟ لان انا يهمني ان هو اباب الثريشولد ولا بلو الثريشولد. فلو هو اباب الثريشولد مثلا، لو بعت 1 مش هيحصل ايرور، يبقى انا السيجنال جت كوريكت. لو هي بلو الثريشولد، خليته بلو الثريشولد، يبقى الحاله دي في ايرور. نفس الحكايه هنا بالعكس، بس يبقى اباب الثريشولد هيبقى ايرور، وبلو الثريشولد مش هيبقى ايرور. هنا السيجنال في الانالوج هيبقى ايه؟ محتاج الاكزاكت فاليو بتاعتها، لان هي دي انالوج سيجنال. فبالتالي هنا الترم اللي هو يعني سيجنال تو نويز ريشيو، اللي هو قيمه السيجنال بالنسبه للنويز اللي هو مهم بالنسبه للانالوج، هنا بالنسبه لنا احنا المهم فيه مين؟ ان في الاخر سبب ايرور ولا لا، خلاص. طيب فده احنا شفناه في الماتش فلتر وحسبنا البيت ايرور ريت. هنشوف بقى كونسبت جديد هنا اللي هو الجيوماتريك ريبريزنتيشن، ازاي يعني يدينا فيو احسن على الايفكت بتاع النويز على الديجيتال سيجنال. فهنشوف هنريبريزنت الديجيتال سيجنال دي في حاجه اسمها جيومتريك ريبريزنتيشن ليها، هنشوف هنعرفها. وبعد كده هنشوف ازاي النويز تبقى اهي، ازاي النويز كان بي ريبريزنتد اي دبليو جي ان اللي هي اختصار ايه؟ حد فاكر؟ additive white Gaussian noise تقريبا. additive white Gaussian noise. فهنشوف بقى في ازاي النويز كان بي ريبريزنتد في السيجنال سبيس دي وبتأثر ازاي. وهنفهم بقى كونسبت اسمه اللايكلي هود، خلاص. اللايكلي هود ده يعني اللي هو معناه يعني فور ناو، يعني ان most likely ان السيجنال اللي received عند destination بتريبريزنت سيمبل معين، ده اللايكلي هود. فبتبقى برضه كونسبت تحت ايه؟ تحت الجيومتريك ريبريزنتيشن. وبعد كده بقى ناخد ايه؟ كيسز ونحسب البروبابيلتي ايرور ليها. فتعالى اقول لك الجيومتريك ريبريزنتيشن الاول،
بتاع السيجنال ده عبارة عن ايه دلوقتي؟ لو انا عندي ده مثلا، لو انا عندي كومبلكس ريبريزنتيشن هنقول ايه، ده ريال وده ايماجيني. احنا خدنا قبل كده ان اي فيكتور هنا ليه هورزونتال كومبوننت اللي هي الكوزاين، هنا اوميجا تي بتريبريزنت هنا كوزاين اوميجا تي، والفيرتيكال دي بتريبريزنت الساين اوميجا تي. ده لو انا عندي فيكتور هنا بيلف بسرعه ايه، بيلف بسرعه اوميجا. خلاص في الاخر خالص هيبقى ريبريزنتد ايه بالفيكتور اللي هو اللي هو ار ده مثلا، هنقول ار وانجل مثلا تيتا، يبقى ليه امبليتود وفيز، او ليه هورزونتال كومبوننت ليه امبليتود هنا وفيز، او ليه هورزونتال كومبوننت وفيرتيكال كومبوننت. طيب لو انت لاحظت هنا ان الهورزونتال والفيرتيكال دول عباره عن ايه، بيربنديكولار اكسس، فال يعني احنا بنانلايز اي فيكتور لتو بيربنديكولار اكسس، يعني من جهه المبدا البيربنديكولار اكسس ده ممكن يبقى اي دايركشن يعني، بس اتنين بيربنديكولار على بعض. لما نيجي بقى لل ديجيتال سيجنال، هنقول مثلا لو هعمل موديليشن، لو هعمل ديجيتال موديليشن سي مثلا هعمل فيز موديليشن، يعني دي سهلة، فيز موديليشن بي ام سوري فيز شيفت كين. خلاص لو انا عندي قبل ما اعمل فيز شيفت كين، لو انا عندي قلت سيجنال المسج ام اوف تي، او ساعات بنسميها جي اوف تي، هي عبارة عن مثلا سيجنال زي كده، هنقول دي 1 مثلا 0 1. انا هشرحها على الفيس شيفت كينج، عشان الفيس شيفت كينج دي يعني سهل فهمها. فهنجيب الكارير سي اوف تي، انا هرسم هنا كارير وانا ارسمه اخد في الاعتبار، اخد في الاعتبار ان ال ان الفريكونسي بتاعه فريكونسي معين اللي هو يدي مالتيبل سايكلز في التايم تي، يعني وانا ده 1 تي بي يبقى خلي بالك انا هرسم 2 سايكلز كاملين، ادي سايكل ادي التاني. انا برسم دلوقتي الكارير من وزاره موديليشن لسه، بحاول ارسم 2 سايكلز طبعا على قد ايه الواحد بيحاول يادجست شكل السيجنال. طيب لو انا قلت لك هنا بقى هرسم ال بي اس كي اللي هو فريكونسي اللي هي سوري فيس شيفت كي بي اس كي، قلنا في البي اس كي عندي 2 فيزز، انجل 0 ديجريز دي بتريبريزنت مثلا السمبل 0 او ال 1 وات ايفر، خليها 1 دلوقتي، بتريبريزنت لوجيك 1، و انجل 180 بتريبريزنت لوجيك لوجيك 0. طب انا عندي هنا 1، عندي هنا 1، هرسم ايه تحت هنا؟ حد يقدر يقول لي؟ هرسم نفس الفيز بتاع الكارير. هرسم نفس الفيز بتاع الكارير. هرسم كارير بس الفيز بتاعه مره بزيرو لو انا بعت 1، ومره ب 180 لو انا بعت 0. فلو انت بصيت هنا دي ار بي، في الجزء الاولاني هرسم كارير الفيز بتاعه بزيرو، الفيز 0 ده 1 بالنسبه لمين؟
بالنسبة للكارير البيز زيرو ده بالنسبة لي الكارير بالظبط. فبالتالي هنا دون الكارير طلع كده اهو، هنا هرسم ده طلع كده. طيب الزيرو بقى ده هيبقى الفيس بتاعه 180، يبقى انا هرسم هنا سيجنال او كارير، يعني الفيس بتاعه 180 بالنسبة للكارير الاصلي. الكارير ده طالع كده اهو، فيعمل فيس شيفت 180، فبدل ما هيطلع كده هينزل، فيبقى عامل شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. سوري انا كده غيرت الفريكونس. هنرسم تو سايكلز، ادي سايكل اهي، هو ده نص التي في، وادي سايكل تاني. سوري هرسمه 180، هنزل لتحت اهو، ادي سايكل ادي التاني. طب بعد كده ال one اللي بعد كده هيبقى فيز شيفت زيرو بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للكارير، فهيبقى زي دي بالظبط، ارسمها تحت. طيب بعد كده الزيرو التاني ده هيبقى فيز شيفت 180، فدي هعكسها فتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى ادي اللي تحت، ادي سايكل ادي التاني. طيب يبقى انا كده عملت فيس ايه؟ فيس 180. لو انا جيت هنا حاولت بقى ريبريزنت يعني الكارير هيبقى ايه؟ بانجل كونستنت. لو انا عملت حبيت ريبريزنت ده في الرير والايماجيني هنا هيبقى عامل ازاي؟ ده الرير اهو وده الايماجيني. هيبقى عامل ازاي؟ حد يقدر يقول؟ هو هيبقى فيكتور مرة في البوزيتيف بارت من الريل اكسس ومرة في النيجاتيف بارت من ليه؟ الريل اكسس. هيبقى مرة فيكتور عند البوزيتيف بارت بتاع الريل اكسس ومرة في النيجاتيف بارت بتاع الريل اكسس عشان 0 180. بالظبط. فبالتالي هنا اهو هيبقى ال 1 ريبريزنتد بانجل 0، فيبقى فيكتور الدايركشن بتاعه في البوزيتيف اكسس وال اهو ده بيربريزنت ال 1، وال 0 انجل 180 بيربريزنت الناحية التانية اللي هو ايه؟ ده الزيرو. ده يبقى ده لوجيك 1، الفيكتور ده بيمثل لوجيك 1، والفيكتور ده بيمثل ايه؟ لوجيك 0. طيب سؤال بقى، ال 0 السيجنال دي ريبريزنتد بايه؟ التو فيكتورز دول. هل ممكن اختار انجل تانية غير الزيرو وال 180 ولا لا؟ ممكن يبقى كام وكام؟ ممكن 90 و270. ماشي، ممكن اختار اعملهم بقى بلون تاني مثلا على نفس الرسمة، ممكن اقول 90 وكام؟ 90 دي هتبقى مثلا لوجيك 1 و270 ده لوجيك 0، فممكن اختار اي انجلز يعني. طيب سؤال بقى، هل ممكن اعمل كده؟ هل ممكن اختار انجل اعملها بالاحمر، هل ممكن اختار هنا انجل 0 ده ريبريزنت 0 ده ريبريزنت ال 1 مثلا زي تحت اهو، هل ممكن اختار الزيرو انجل مثلا 45 ديجريز؟ ينفع ولا لا؟ واعتقد مش هينفع لانه كده مش هتبقى يعني مش هيبقى النيجاتيف بتاع الفيس بتاع الكارير. مش هيبقى النيجاتيف، بس هل ينفع بيلد كوميونيكيشن سيستم بالشكل ده ولا لا؟
خلينا نورجنايز شوية. اللي يقول ينفع الشكل ده، اللي يقول ينفع الشكل ده استخدمه يريز هاند مثلا. طب ينفع ليه بقى لو أخدنا مثلا فرح، ينفع ليه؟ مش فاهمة ليه ما ينفعش. طب حد يقدر يقول فاهم ليه ينفع؟ أنا بختار مهم two values مختلفين عشان I present as one zero، بس مش مهم أوي ايه value. معلش علي صوتك شوية. اللي هو احنا المفروض نختار two values مختلفين ويبانوا في الجراف، بس مش مهم قوي هما ايه two values يعني. طيب ماشي. اللي بيقول بقى ما ينفعش يريز هاند، شكرا، lower your hand. اللي يقول ما ينفعش يريز هاند، حد تاني يقول ما ينفعش، واحد اتنين، هو باين اتنين رافعين ايديهم بس انا شايف واحد بس. طب مرام طارق، ليه ما ينفعش؟ وانا يعني حسب اللي انا بشوفه، ان انا في البي اس كي جيت اعمل ريبرزنتيشن انا بعت يعني الفيس وعكس الفيس ده، عشان كده شايفة انه لو بعت 045 ده كده مش بيريبريزنت ال PSK اللي انا كنت بعته، عشان كده قلت ممكن ما ينفعش. ما هو ال PSK هو تغيير فيز، صح؟ هو تغيير فيز، بس مثلا يعني احنا غيرنا ان هو الفيز والنيجاتيف بتاعه، لكن مش الفيز واي فيز تاني. يعني 018 ما قلناش مثلا ان هو زيرو اي فيس تاني، عشان كده قلت ما ينفعش. طيب هسألكوا سؤال، هو ازاي اريتريف سيجنال تاني؟ ازاي ارجع سيجنال تانية؟ هو المفروض بقى عند الريسيفر لو هو مثلا عارف ان هما 0 و180 فمش هيعمل حاجة في الون، وفي ال يعني لو لقى الكارير ما تغيرش فهيعرف ان هي ون، لو لقاها متشفتة 180 هيعرف ان هو كان بعد 0. طب يعني هو يبقى هيقيس الفيز هنا، صح؟ يا دكتور اظن. طيب دكتور، بس هو مش دايما هيبقى في فرق فيز من الريسيفر وعند الكارير يعني؟ طب انا هفكركم بحاجة، طيب هفكركم بحاجة في الانالوج. انالوجكم كنا خدنا حاجة اسمها كوادريتشر موديليشن، قلنا ان ممكن لو عندنا M1 of T و M2 of T ممكن ابعتهم بفريكونسي واحد. احنا كنا خدنا فريكونسي ريجن مالتيبلكسنج، صح؟ فاكرين ولا لا؟ ايدك كنا خدنا فريكونسي ريجن مالتيبلكسنج، قلنا عشان نبعت M1 و M2 سيجنالز هنعمل لهم فريكونسي ديجيتال مالتيبلكسنج، وبرضك لما خدنا تايم ديجيتال مالتيبلكسنج قلنا هنعمل لهم ايه تايم ديجيتال مالتيبلكسنج. في حاله الفريكونسي قلنا عشان نبعت ام 1 وام 2 محتاجين كام فريكونسي هنا؟ محتاجين 2 فريكونسي، صح؟ فريكونسي الام 1 وفريكونسي الام 2، وبعدين كنا خدنا
جزء تاني اسمه كوزيشن موديليشن، قلنا ان لا لو اتنين سيجنالز ممكن ابعتهم الاتنين بنفس الكارير، بس واحد على كارد على ساين وواحد كوزاين وواحد كارد على ساين. فاكرين الكلام ده؟ ايوه اه يا دكتور. طيب علشان اجيب الساين اعمل، عشان اجيب ال M1 اوف تي عند الريسيفر بقى اعمل ايه؟ قلنا هنضرب في كوزاين صح؟ هنضرب في كوزاين اوميجا تي، فلما اضرب كوزاين اوميجا تي هيديني هنا كوزاين سكوير، وهيديني هنا ساين كوزاين، وبلوبس فلتر هقدر اجيب ايه؟ هقدر اجيب ال M1 اوف تي صح؟ ليه؟ لان ساين في كوزاين هنا، ساين في كوزاين هيدينا ساين اتنين ساين اتنين اوميجا، وساين كوزاين في كوزاين هيدينا تو كومبوننتس، واحدة عند الدي سي اللي هي نص نص في واحد زائد هيدينا نص، ده هيدينا نص في واحد وان بلس كوزاين تو اوميجا، وده هيدينا نص ساين 2 اوميجا اوميجا تي خلاص. فبالتالي قلنا ان بلوباس فلتر هنشيل ده وهنشيل ده وناخد ايه اللي هو ال 1 مضروب في ام 1، وكذلك عشان اجيب ام 2 اضرب في ايه في ساين. وقلنا ان الفكره ان الكوزين والساين بيربندكولار على بعض او في فيس شيفت منهم 180، فما فيش كومبوننت من واحده على التانيه. ده بالنسبه للانالوج. بالنسبه انا عاوز اجيب ام 1 as is، يعني عاوز M1 كفولتج فانكشن في التايم، مش عاوز اشوف ان هي بس 1 ولا 0. انا هنا عاوز اشوف ايه السيجنال 1 ولا 0، يعني القيم الاكزاكت فاليو بتاع السيجنال مش هو ده يهمنا في الديجيتال، ولكن عاوزين نشوف سيجنال دي 1 ولا 0. فبالتالي الفكره كلها ان انا هاجي هنا عند الريسيفر عشان اتريف السيجنال دي، يعني لو كتبنا اس اوف تي هتساوي اي كوزاين اوميجا تي. ده انا لو انا بتكلم على ده بقى بتكلم على ده او ايه او ماينس ايه كوزاين اوميجا تي. ده لو بعت ال 1 ده في حالة ال symbol هنا اللي هبعته ب 1، وده في حالة ال symbol اللي هبعته ب 0 صح؟ طيب عندي الريسيفر بقى بستقبله ازاي؟ بقدر اجيب ال A وال minus A دي ازاي؟ بجيب ال A وال minus A زي ما حد كان قال من شوية، ان انا هنا بشوف الفيز، هل هو الفيز بالنسبه للاوريجينال كارير هل هو 0 ولا 180. هو في الحقيقه اللي بيحصل في الحقيقه ما بيحصلش ان انا بشوف الفيز، ما بجيبش يعني ديفايس او سيركت بتمجر الفيز، ولكن بيتعمل عن طريق ايه بقى؟ بيتعمل عن طريق ان انا بضرب في كوزاين واعمل انتجريشن على تي. فعند الريسيفر هنا، عند الريسيفر بضرب في كوزاين، بضرب اس اوف تي، بقول اس اوف تي في كوزاين اوميجا تي، وبعمل انتجريشن على تي بي خلاص. فلو انا بعت 1 هيديني ايه؟ فلو بعت 1 المفروض لما اضرب في كوزاين هيدي الانتجريشن بتاع ايه كوزاين سكوير اوميجا تي دي تي على تي بي، فيديني هنا ال اي على طول ماشي. فيديني هنا ده هيدينا بعد ما اعمل انتجريشن ده هيدينا اي اوفر 2 ماشي. طيب لو انا ضربت السيجن الثانيه اللي هي بتريبريزنت الزيرو هيبقى عندي ايه انتجريشن على تي بي، في بقى ماينس بره اهو، فيدينا ايه كوزاين سكوير برضك اوميجا تي دي تي
ده بيساوي ماينس اي على الاثنين. خلاص، فالماينس هنا ظهرت فين؟ ظهرت في الريسيفر بعد ما عملت البروسيس دي. ايه البروسيس دي؟ يعني ان انا ضربت في اوميجا تي وعملت انتجريشن، فاداني ايه اوفر 2 هنا، واداني هنا ماينس اي اوفر 2. زي ما قلت لكم ليه؟ لان انا الاكزاكت فاليو نفسها بتاعت كل سيجنال مش هي دي الاساس اللي عندي، ولكن انا ممكن ايه، ممكن اشوف الـ، انا عايز بس اشوف ان هي 1 ولا 0. فاهمين لغايه كده؟ يبقى الماينس او الفيز 180 طلع في الماينس ساين اللي هنا بعد ما عملت البروسيس دي انا عند الريسيفر. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحة يا دكتور. طيب انا هسألكوا بقى سؤال، مين اللي قال ان ده ينفع؟ مين اللي قال ده ينفع؟ طيب لو انا بقى جيت طبقت ده هنا اهو، ايه اللي هيحصل؟ هي مش هتبقى نيجاتيف، بس المفروض يعني في هيبقى الامبليتود مختلف برضه. بالظبط، هيبقى الامبليتود مختلف، ومش مختلف وبس، لا ده هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه كومبوننت تانية في الايماجينري. خلاص، فهنيجي بقى هنقول ايه بقى، هنقول ان السيمبل ده، هنقول ان السيمبل ده، هنقول مثلا السيمبل ده S1 وده ايه S2. لما هبعت S1 في الحالة دي هتبقى ايه، S1 كوزين اوميجا تي، ماشي؟ لما هبعت S2 هتبقى عبارة عن ايه؟ حد يقدر يقول وادي له درجة؟ الكومبوننت مع ال S1 وكومبوننت تاني هيبقى في الإيماجن يعني فيز مختلف. طب اكتبها ازاي بقى؟ تبقى S2 كوزين اوميجا تي بلس الفا 40 زي كوزين اوميجا تي بلس الفا. لان انا كده كده عندي فيس شيفت في 45. طب وهستفيد بقى ايه عند الريسيفر؟ لا، وانا كده كده قلت لا، ان احنا مش هينفع نستخدم الفيس شيفت ده، فانا كده كده مش دي موافق كده يعني. مش هينفع نستخدم. طب ايه اللي قال هينفع تستخدمها؟ هبعتها ازاي بقى؟ مين اللي قال ممكن تب... الامبليتود؟ مين اللي قال تبقى أنا الامبليتود ممكن اقل شويه؟ هي ممكن تبقى ساين وكوساين مثلا، ازاي؟ عشان يعني الفرق ما بين الريل والإيماجينري ده 90، فلو أنا الكوساين طب على الريل قول لي اكتب. هيبقى كومبوننت مثلا في الكوساين زائد كومبوننت في الساين. يبقى مثلا S2 كوزاين اوميجا تي بلس S2 ساين اوميجا تي مثلا. مش هيبقى كوساين، مش هيبقى كوساين وساين على طول، هيبقى فيه بقى حاجة مضروبة فيهم على حسب أنا فين يعني. بص بقى، يبقى انا يبقى في هنا لو نزلت كده هنقول دي هنسميها S21، ونزلت كده هيبقى دي SA22. ففي الحالة دي يعني هيبقى في الايكويشن دي هيبقى S21 وده S22. ففي الحالة دي عندي الريسيفر بقى هعمل ايه؟ مين اللي قال الامبليتود هيبقى اقل شويه؟ انا ده. طب الامبليتود هيبقى اقل شويه هنا معناها ايه؟ ان انا لو هضرب في، هجيلي السيجنال دي عند الريسيفر، لو هضرب في كوزاين واعمل انتجريشن ده، لو طلع لي اس 1 ماشي، يبقى انا بعت ايه؟ السيمبل اس 1. لو طلع لي القيمه اقل شويه اللي هي اس 21، يبقى انا بعت ايه؟ يبقى انا باعت S2، صح؟ ده اللي قصدك عليه؟ بس مش كده بس، لا ده S2 هنا is defined بجزء في كوزاين وجزء ايه في ساين. ففي الحقيقة عندي ريسيفر زي ما عملت هنا، ضربت في كوزاين وساين عشان اطلع M1 و M2،
انا هنا عاوز اطلع الكومبوننت بتاعت اس 2 الهوريزونتال عند اللير، والكومبوننت بتاعت اس 2 عند الفيرتيكال. فبالتالي عند السوبر في الحقيقه هضرب في كوزاين وهضرب في ساين. المفروض لما هضرب في كوزاين واعمل انتجريشن يطلع لي القيمه دي اللي هي اس 2 1، ولما هضرب في الساين واعمل انتجريشن يطلع لي القيمه اس 2 2. طيب السؤال ليك بقى، لو انا ضربت في ساين لو انا بعت اس 1 وبعت وضربت في ساين هيطلع لي بكام وعملت انتجريشن؟ زيرو. هيطلع لي بزيرو بالظبط كده. يبقى انا عندي ريسيفر هعمل ايه هنا؟ عندي ريسيفر هعمل ايه؟ هضرب في كوزاين وهضرب في ساين واعمل انتجريشن على بيريود كامل. لو طلع لي ان الكوزاين بقيمه اللي هي بتاعت اس 1 دي والساين ادت زيرو، يبقى انا الترانسميتر بعت اس 1. لو طلع لي قيمه الكوزاين اس 2 1 وقيمه الساين اس 2 2، فكده الريسيفر بعت اس 2. وانا يبقى انا عندي ريسيفر في الحالتين، لان الريسيفر ما يعرفش ايه اللي اتبعت. فما ينفعش اقول لو انا بعت اس 1 هضرب في كوزاين ولو بعت اس 2 هضرب في ساين. احنا نحط الريسيفر بروسيس يمشيها سواء بعت اس 1 او اس 2. فالريسيفر هيعمل ايه؟ هيضرب في كوزاين ويعمل انتجريشن، ويضرب في ساين ويعمل انتجريشن. خلاص لو طلع له الاول بتاع الكوزاين بزيرو، لو طلع الاول بتاع الكوزاين باس 1 والساين بزيرو، يبقى كده الترانسميتر بعت اس 1. لو طلع له الرقمين التانيين دول يبقى الترانسميتر بعت اس 2. واضح؟ طيب هنا بقى الكوزاين والساين دول بنسميهم ايه؟ اورثوجونال سيجنالز، صح ولا لا؟ بيربنديكولار على بعض اهم، صح ولا لا؟ تمام. ايضا طيب على العموم هو لغايه دلوقتي اللي هم ليهم درجه بسام فكرني في اخر المحاضره، بسام طارق واليزي، ماشي؟ طيب دلوقتي بقى عندنا لو انا هبعت اكتر من سيمبل، لو انا هبعت اكتر من سيمبل، هل ممكن امثلهم برضك بالريال والايماجين ده؟ طب خلينا الاول قبل ما نروح لاكتر من سيمبل نشوف ايه الفرق ما بين ده وده. ان انا قلت يعني من جهه المبدا ممكن ابعت الزيرو بانجل ال1 بانجل زيرو واللوجيك زيرو بانجل 180، ايه الفرق كاربنتيشن ما بين ده وده؟ الفرق قيمه الامبليتيود اللي هتطلع عند الريسيفر، ماشي؟ الفرق في الامبليتيود ولكن كبرفورمانس، او اقرب لكم مسافه الفرق لما يكون في نويز. لما يكون في نويز هتعمل ايه؟ لما قيمة، لو قيمة السيجنال زيرو في نويز فكده يعني السيجنال تو نويز ريشيو يعني هيبقى قليل قوي فممكن تطلع ايرور، لكن لو ليها قيمة وجي عليها نويز فأظن ده يبقى أحسن، ولا بس مش متأكدة قوي. طيب هقرب لكم المسافة. لو أنا بناء على اللي أنا شرحته ده، بناء على اللي أنا شرحته دلوقتي، هاخد اللي هيحصل عند الريسيفر هرسمه فوق هنا at receiver. يبقى انا عندي هضرب في كوزاين، هضرب في كوزاين ماشي، واعمل انتجريشن، وهضرب في ساين ماشي، وهعمل انتجريشن. خلاص دي السيجنال اللي جايه، هعديها كده وهعديها كده، ده اس اوف تي ماشي. واشوف الاوت هنا، واشوف الاوت هنا عند ده الاوت 1 اهو، وده الاوت 2 ماشي. لو طلع عند الاوت 1، لو طلع عند الاوت 1 ب اس 1 انا هنا اهو، لو طلع عند الاوت 1 اس 1 وعند الاوت 2 ب 0، يبقى انا بقى الترانسميتر بعت اس 1.
لو طلع هنا اوت عند الاوت اوت زون القيم دي اس اس 2 1 هنا واس 1 2 هنا، يبقى كده الترانسميتر بعت اس 2 تحت هنا. المفروض زي ما عملنا هنا هيطلع ايه وماينس ايه. ففي الحاله دي محتاجين بس ايه الكوزاين بس، لان مفيش كوبوننت فيرتيكال يعني. لو بعت بقى الاورنج ده هبقى محتاج اضرب في ساين بس خلاص. فلو انا هستخدم بقى كوزاين بس يبقى عندي اتنين انجل، لو هستخدم ساين بس يبقى عندي اتنين انجل، لو هستخدم ساين وكوزاين تو سيجنالز اهم يعني ساين وكوزاين، يبقى انا ممكن اريبريزنت ال 0 وال 1 باي انجل في الـ في الـ في السبيس ده خلاص. طيب السؤال بقى اللي سالناه، ايه الفرق ما بين ده وده في وجود النويز؟ لو انا جيت هنا اضفت النويز، خلينا في دي سهل، لو انا قلت هنا بلس نويز، لو انا قلت هنا بلس نويز بلس في نويز، النويز دي كان ريبريزنتد بايه؟ بكومبوننت في الساين وكومبوننت في الكوزاين صح؟ هنقول مثلا ان 1 كوزاين اوميجا تي بلس ان 2 ساين اوميجا تي صح؟ معايا ولا لا؟ مع حضرتك يا دكتور. في حد معترض على الحته دي الاول؟ مش احنا فاكرين في الاديتيف وايت جاوس النويز، اديتيف وايت جاوس النويز وايت يعني ايه؟ الماجنتيود بتاعها ثابت مع الفريكوانسي. ايه؟ الماجنتيود بتاعها بيبقى ثابت مع الفريكوانسي يعني. اه بالظبط مع الفريكوانسي، يعني موجود عند كل الفريكوانسيز ولا لا؟ اه يا دكتور. طب موجود عند الفريكوانسي اللي انا ببعت عليه ولا لا الاوميجا؟ موجودة عند الفريكونسي اللي ببعت عليه اللي هو الأوميجا ده. طيب موجودة ككومبوننت في كوزاين ولا ككومبوننت في ساين ولا المفروض في الاتنين لأنها نويز راندوم؟ موجودة في الاتنين المفروض. موجودة في الاتنين. في حد مش فاهم لغاية كده؟ دكتور أنا عندي سؤال. اتفضل. هو أنا ممكن أستخدم الفيز يبقى مثلا 45 و35؟ ده اللي انا هوصله دلوقتي خلاص. فبالتالي ممكن يبقى النويز تقليق معانا في الحته دي، النويز هنا كان موجود عند كل الفريكونسي زي ما قلنا، فممكن يعني امثلها، ما اقدرش امثلها بكومبوننت في كوزاين بس، ما اقدرش اقول ان النويز ان فيز مع اس 1، لكن النويز دي راندوم، فبالتالي هي ليها كومبوننت في كوزاين وكومبوننت ايه في ساين. ده هيعمل لي ايه؟ ركز بقى في النقطة دي، ده هيعمل لي ايه في الريسيفر هنا؟ هيغير الامبليتيود، فممكن مثلا تبقى ايكوالز الاس 1 اصلا، فمعرفش اجيبها. بالظبط، هيغير في الامبليتيود، يعني مثلا لو باعت اس 1 كوزاين، فالامبليتيود بتاعت الكوزاين هتبقى اس 1 بلس اس 2 بلس ان 1 ولا ايه؟ وكمان هيديني كومبوننت في الساين، يعني هيديني اوتبوت هنا اللي المفروض كان بزيرو هيبقى فيه قيمة. ماشي، والكومبوننت والهورزونتال اللي هو كان المفروض اس 1 بس، لا ده هيديني قيمه ثانيه. ففي الحاله دي هيديني قيمه فين؟ هيديني قيمه هنا سام وير مثلا، اهي اللي انا عملت عليها اكس هنا دي اهي. يبقى دي السيجنال، لو انا بعت اس 1 ممكن تديني قيمه هنا. طب لو النويز كبيره، لو النويز كبيره هل ممكن توصلني لاس 2؟ فلازم كده نحط limitation للانجل بين. يعني من جهه المبدا النويز على حسب قيمتها ممكن تديني اي قيمه في السبيس ده كله. ماشي، طب الـ لما اتضافت بقى ليها النويز والريسيفر اللي هو ما يعرفش ايه اللي اتبعت اس 1 ولا اس 2، جاله سيجنال يعني بتدل على ان الهورزونتال بقد ايه والفيرتيكال بقد ايه، هياخد سي يعمل ايه بقى؟ هيقول اللي بقى هو هيجي له بقى حاجه، ولا هي اس 1 بالظبط ولا هي اس 2 بالظبط، لكن هيعمل ايه؟ زي هنا زي الثريشولد بالظبط بالظبط، زي هنا
هي هي في ثريشولد، لو اباب الثريشولد يعني ال 5 ده لو 0 مثلا فولت 5 فولت مش هيجي له 0 فولت ولا هيجي له 5 فولت، هيجي له فولت تاني على حسب الثريشولد. فبالتالي هيعمل ايه بقى؟ هيشوف هو اقرب للاس 1 ولا اقرب للاس 2. خلاص ده بقى اللي احنا بنسميه ايه بقى هنا؟ لايكلي هود. اللايكلي هود يعني السيجنال اللي جت دي موست لايكلي هي اقرب لاس 1 او اقرب لاس 2. فبالتالي هيبقى بيديفاين لاس 1 مش ثريشولد بقى، هيديفاين لاس 1 اريا. هيديفاين لاس 1 ايه؟ اريا. هاجي الاريا كده، هاجي الاريا كده خلاص، هقول دي كده اس 1 ودي كده اس 2. لو انا جيت بقى تحت هنا في ال 1 وال 0 يبقى الاريا دي كلها دي اس 1 اللي هو على اليمين، واللي على الشمال ده كله اس 2. ايوه اللي على اليمين ده كده اس 1 واللي على الشمال ده اس 2. خلاص يبقى يبقى كده نتيجة النويز، نتيجة النويز الريسيفر ممكن يستقبل، يستقبل ايه؟ يستقبل بدل ما اس 1 و اس 2 هنكتبها اس 1 و اس 2 بدل 1 و 0، بدل ما بعت اس 1 و اس 2 سيجنالز اس 1 و اس 2 ممكن النويز تخليه الاوت هنا يديله اي قيمة في السبيس ده. خلاص فبالتالي ممكن يبقى ايه؟ يبقى لو جت في اي حته هنا الريسيفر هيقربها لاس 1، ولو جت في اي حته هنا هيقربها لاس 2. فلو هي اصلا مبعوثه اس 1 والنويز خلتها تيجي هنا يبقى ده ايرور، ونفس الحكايه هنا. هل الكلام ده واضح؟ طيب دكتور، هو ايه بقى كام سؤال هنا؟ ايه هو الاريا دي بنحددها على اساس ايه بقى؟ لا دي الاريا دي اللي هي النص اليمين كله وده النص الشمال كله، اللي تمام. هي اللي هي حوالين الاس 1 زي هنا مثلا، ادي الاس 1 اهي وادي الاس 2، هاخد باوندري كده في النص كانها ثريشولد يعني. ماشي يعني انا هاخد مثلا كان في ثريشولد هنا اهو، بس لو جت في اي حته في الاريا دي يبقى اقرب للاس 1. يعني مثلا افرض ان هي جت هنا، هي اقرب للاس 1 ولا اقرب للاس 2؟ ايه خلينا نكتب. لو جت الاكس دي، لو جت الاكس دي يعني ايه؟ جت الاكس دي يعني الاب بتاع الكوزاين ادى القيمه دي والاب بتاع الساين ادى القيمه دي. خلاص فبالتالي هنا هقول ان هي اقرب للاس 1 ولا اقرب للاس 2؟ S1. اقرب للاس 1 اهي، دي كده اقرب للاس 1. فدي اللايكل هود ريجن بتاعت اس 1 وده اللايكل هود ريجن بتاع اس 2. فما اصبحش ان احنا بنتكلم، هرجع هنا، ان احنا بنتكلم على ثريشولد اباب ثريشولد ولا بلو ثريشولد، ولكن طالما انا هنا مثلت السيجنال ب اتنين فانكشنز، فانكشن اسمها كوزاين وفانكشن اسمها ساين خلاص، و از ريبريزنتد برير وايماجينري اهو، يبقى عندي اريا بدل عندي ثريشولد. يعني مش عندي ثريشولد بس، لا عندي اريا، لان ممكن النويز تخليها تيجي في اي حته هنا او هنا. واضح ولا لا؟ دكتور يعني هو لو انا كنت بعت اس 1 بس النويز خلاها تيجي عند اس 2 كده الريسيفر هيقرب مثلا، S2. فكده الريسيفر هيقربها لاس 2 هياخدها على اساس انها اس 2. بالظبط، وتبقى دي انكاونتد از ايه؟ ايرور. بالظبط كده. فبالتالي لو النويز، لو النويز هنا ان 1 اللي هي النويز ان اللي هي ريبريزنتد بين 1 كوساين وان 2 ساين، لو النويز دي صغيره خلاص بحيث ان هي يعني صغيره قوي بحيث او صغيره على طول سوري، بحيث ان هي مش هتعمل الترانزيشن ده ماشي، فبالتالي هيبقى الايرور بزيرو. لكن لو هي جاوسن، لو هي جاوسن هل هتبقى صغيره ولا كبيره؟ لو النويز جاوسن هتبقى صغيرة على طول ولا ممكن توصل لوقت مرحلة إنها تبقى كبيرة لو النويز جاوسن؟ ممكن في وقت كبير، في وقت بيحصل ماكسيمم.
بالظبط النويز جاوسن، كلمة جاوسن دي انا هرسم كلمة جاوسن هنا معناها ان قيمة النويز كبي دي اف كبروبابيلتي ديستريبيوشن اي جاوسن بالشكل ده. معناها ايه؟ معناها ده معناها ايه؟ ان ممكن تاخد قيم كبيره بس البروبابيلتي بتاعتها صغيره، فعشان كده يدي بيت ايرور ريت ايه؟ صغير. كل مثلا فتره كبيره يحصل ايه؟ يحصل نتيجه نويز بقيمتها كبيره وتنقل من، يعني هنا قلنا تنقل باباب ثريشولد او بلو ثريشولد، هنا تنقل من الاريا دي للاريا دي. خلاص؟ طيب بقى كده كام سؤال؟ حد عنده اسئله الاول؟ طيب بقى كام سؤال المفروض بقى هنجاوب عليهم في الشابتر ده. اولا هل هنا لازم اخد عدد انتجر من السايكلز؟ ها؟ لازم لازم ليه؟ عشان الانتجريشن دون يطلع لي القيمه دي، صح؟ والا الكوزاين سكوير هتبقى نص واحد بلس كوزاين 2 اوميجا، الانتجريشن بتاع كوزاين 2 اوميجا مش هيبقى بزيرو، هيدي قيمه، صح ولا لا؟ الانتجريشن بتاع كوزاين 2 اوميجا هيدي زيرو لو عدد انتجر من السايكلز. طيب السؤال الثاني، هل الكوزاين والساين هما السيجنالز الوحيده او الوحيدين اللي هما ممكن اعمل معاهم الحركه دي، ولا في سيجنال ثانيه خلاص بيربندكولار على بعض غير الساين والكوزاين ممكن اعمل معاهم كده؟ يعني يبقى في كومبوننت في كوزاين وكومبوننت في ساين. لا هقول بقى كومبوننت مثلا في سيجنال اسميها اكس واي زد مثلا 1، ودي كومبوننت تانية سيجنال اكس واي زد 2. هل دول الوحيدين ولا لا؟ هنلاقيهم مش هما الوحيدين. خلاص بالكونسبت ده، بالكونسبت ده ان هنا يعني معلش هرجع هنا، في حالة الانالوج كان الفكرة كلها ان الكوزاين والساين في انجل 90 درجة ما بينهم، ما فيش كومبوننت واحدة بيربنديكولار على بعض، هنا كانت انجل 90 درجة، لكن هنا ما اعتمدناش على الانجل 90 درجة، ولكن اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا على الانتجريشن ده، البروسيس اللي هتحصل هنا، ان هضرب في كوزاين واعمل انتجريشن على بيريود كامل، وهضرب في ساين واعمل انتجريشن على بيريود كامل. ففي الاخر ايه؟ الانجل 90 درجه هنا مش واضحه قوي، ولكن في سيجنالز ثانيه بتعمل كده، في سيجنالز ثانيه بتعمل كده، بس مش ساين وكوزاين، يعني ما فيش انجل 90 درجه، فعشان كده يعني بدل حكايه انجل 90 درجه دول، فطلعنا او طلعوا بكونسبت اسمه هكتبه هنا اهو اورثوجونال سيجنال. اورثوجونال سيجنال كلمه اورثوجونال سيجنال دي خلاص انا كتبت هنا اهو كلمه اورثوجونال سيجنال دي، علشان انا دلوقتي مش هتعامل مع انجل واقول بيربندكولار و90 ديجريز والكلام ده، ولكن هتعامل مع سيجنال اسمها اورثوجونال سيجنال. ال90 ديجريز معناها ايه؟ ان مفيش كومبوننت من واحد على التاني، يعني بيربندكولار على بعض. لو عملت بروجكشن كده هيدي عند الزيرو، ولو عملت بروجكشن كده هيدي عند الزيرو. كورسبوندنج لحكايه الانجل 90 ديجريز دي فكونسبت تاني اسمه ايه؟ اورثوجونال سيجنال. فالاورثوجونال سيجنالز ان يكون مفيش كومبوننت من واحد على التاني لو عملت البروسيس دي. يعني لو هضرب في واحده منهم واعمل انتجريشن ما يطلعليش كومبوننت من التاني، اللي هو زي هنا بالظبط. يعني هنا لو ضربت في كوزاين وعملت انتجريشن مش هيطلع لي حاجه من الاس 22 دي. وده لكن ممكن يطلع لي بقى من النويز، دي حاجه تانية. طيب ده السؤال التاني. السؤال الثالث، هل يعني هما اتنين سيجنالز بس، ولا ممكن اجيب اكتر من سيجنال يبقى اورثوجونال على بعض؟ اكتر من اتنين سيجنالز اورثوجونال على بعض. يعني هنا بالكونسبت بتاع 90 ديجريز هو كوزاين وساين، لكن بالكونسبت بتاع ان انا اضرب في السيجنال واعمل انتجريشن ما يطلعنيش كومبوننت من واحد على التاني. اكرر تاني ما يطلعش كومبوننت من واحد على التاني، يعني سيجنال زي دي اهي اللي هي اس 2 بيريبريزنت اس 2 لو ضربت في كوزاين وعملت انتجريشن هيطلع لي اس 2 1، مش هيطلع لي اي حاجه من ايه؟
يعني مش هتلاقي حتى ربع مثلا اس 22 ولا جزء منه. خلاص، فبالحاله دي ايه بنسميها اورثوجونال سيجنال. هل ممكن نجيب اب تو 2 اورثوجونال سيجنالز بس، ولا ممكن نجيب 3 و4 واكتر؟ في الحقيقه هنلاقي ممكن نجيب 3 و4 واكتر، فدول اورثوجونال سيجنالز. الاورثوجونال سيجنالز هنا في الحاله دي لو احنا عندنا 3 هيبقى عندنا ايه؟ هورزونتال وفيرتيكال، وواحد بيربنديكولار خارج على خارج بيربنديكولار اللي بره. خلاص، فالكونسبت اللي هو بتاع ريال وايماجيني كمان هيتغير. يعني الكونسبت بتاع الانجل 90 ديجريز ده مش هيبقى 90 ديجريز، ده هيبقى اورثوجونال. والكونسبت بتاع ريال وايماجيني، لا احنا مش بنتكلم على ريال وايماجيني، احنا بنتكلم على اكس واي وزد. اكس واي وزد ده ماله؟ ثلاثة اورثوجونال على بعض. اكس واي وزد كاني بتكلم على ايه بقى؟ جيومتريك ريبريزنتيشن. كان عندي بلين مثلا و 2D و 3D، يبقى عندي اكس واي مش عندي ريال ايماجين. فعشان كده ده بيسموها جيومتريك ريبريزنتيشن، ان انت بتبص على السيجنال انما بتمثلها جيومتريكلي ب اكس واي مش بريال ايماجين. ولو انا عندي 3 اورثوجونال سيجنالز هيبقى عندي اكس واي وزد، كانك عندك 3 دايمنشنز. ولو عندي 4 هيبقى عندي اكس واي وزد ودبليو، يعني كان عندي، طبعا مش هقدر ارسمها كسبيس يعني، ولكن هنا السيجنال اصبحت ان احنا ممكن نمثلها بايه؟ ب سيجنال سبيس ريبريزنتيشن، اللي هو اللي احنا متعودين عليه في الجيومتري اكس واي واكس واي وزد. ماشي؟ طب سؤال بقى، يعني يبقى احنا كده الاورثوجونال سيجنالز ممكن يبقى اكتر من 2. طيب لو انا عندي 2 او اكتر، هنرجع تاني بقى للاثنين. لو انا عندي 2، خلي بالك بقى هنا هقول ايه بقى؟ ايه كوزاين ودي مثلا ساين، خلاص اوميجا تي. خلاص الكلام اللي فات ده، ان انا لو عندي مثلا اس 1 اهي و اس 2 اهي، الاس 2 دي هتتكون من 2 كومبوننتس هنا، اس 2 1 واس ايه واس 2 2. طيب انا كده مثلت 2 سيجنال، هل ممكن امثل اكتر؟ لو عندي اس 3 ممكن امثلها هنا ولا لا؟ ممكن. ممكن طبعا. فبالتالي ممكن بقى ايه اكمل واقول مثلا عندي اس 3 اس 3 اهي، خلاص يبقى انا عندي دي الكومبوننت دي اس 3 1 واس 3 2. ممكن امثل بقى اي عدد من يعني، فاصبح ان انا عندي حاجتين، عندي الاورثوجونال سيجنالز وعندي السيجنالز اللي ببعتها. فانا ممكن عن طريق اثنين اورثوجونال سيجنالز امثل مالتيبل سيمبلز او مالتيبل سيجنالز تتباع. ماشي؟ طبعا هنا العدد السيمبلز هنا بيبقى اكتر منين؟ اكتر من عدد السيجنال سيجنال. ماشي؟ لو احنا خدنا، انتوا فاكرين في ال برضك خدتوها، لو انا عندي بقى 4 في النتورك، لو انا عندي مثلا 4 كوام، فاكرين 4 كوام و 16 كوام؟ فاكرينهم ولا لا؟ ايوه. كوادريتشر انا بيتو ميديشن، الفور كوام همثلهم ازاي؟ هيبقوا 4 نقط كل واحد فيهم اورثوجونال على التاني. ايه؟ هيبقوا 4 نقط كل واحدة فيهم اورثوجونال على التانية. الفور كوام همثلهم كده اهو، ادي 4 سيجنال بالشكل ده، و 16 كوام همثلهم ازاي؟ همثلهم 4 سيجنالز كده اهو. وده هنشوفه قدام شويه،
خلاص يبقى كده ده هنا بيمثل 16 سيمبل وده بيمثل ايه 16 سيمبل. الهوريزونتال والفيرتيكال دول عبارة عن ايه؟ ها ايه تو سيجنالز بس اللي هما كوزاين اوميجا تي وساين اوميجا تي. فكومبوننت في مضروبه في الكوزاين وكومبوننت مضروبه ايه في الساين. ماشي مفهوم كده. يبقى انا عندي مثلا هنا اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 وهنا طبعا عندي من اول ابدا هنا مثلا اس 1 اس 2 وهكذا لغايه اس 16. ماشي طيب طبعا كوميونيكيشن سيستم بتبقى محتاج تحدد انا اعمل يعني اتحفظ على كلمه كوزين وساين هنا ليه بقى؟ لان هرجع كده اوريك حاجه عملناها. لكن لما ضربنا هنا اهو في الكوزين ماشي ال 1 كان ريبريزنتد بايه؟ ب A وال 0 كان ريبريزنتد ب ماينس A، A في كوزين وماينس A في كوزين. خلاص بعد ما ضربت في كوزين وعملت انتجريشن اداني A ولا نص A؟ اداني نص صح؟ اداني نص. وبعدين على فكرة في كمان تي بي معلش انا هكتب هنا المفروض عشان بعمل انتجريشن ما بجيبش الافريج ما بقسمش على تي بي هو المفروض هنا تطلع تي بي اوفر 2 خلاص. فبالتالي انا عاوز هنا لما اعمل الانتجريشن ده يديني ايه على طول ولا يديني ايه مضروب فاكتور؟ يديني ايه على طول ده اعرف ان اللي بعت ايه ولا ماينس ايه ماشي مثلا بيريبريزنت 1 وماينس ايه بيريبريزنت 0. فبالحاله دي عاوزين بقى نشوف الكوزين والساين دول يتضربوا في ايه جنبهم اهو. احسب لما احسب الحسبه دي خلاص فور تايم بينج المفروض بقى اعمل ايه هنا؟ واضح ان انا لازم اضرب هنا فاكتور في تي بي وفي 2 يعني 2 على تي بي او حاجه زي كده صح ولا لا؟ معايا ولا يعني ايوه يعني الحته دي طيب على هو عشان بس تكونوا عارفين ان ده كله بدي دي انتظار عشان على الحاجات اللي احنا انا هبتدي فوق هنا اهو عشان تخلي بالك السيجنال دي هطلع منها بحاجه اسمها بيزك اورثوجونال سيجنال. يعني معلش دي هنا اكتب كلمه سيجنال هنا كمان هطلع بحاجه اسمها ايه بيزك اورثوجونال سيجنال. دي البيزك اورثوجونال سيجنال اللي انا هستخدمها الحقيقه هنا اهو بدل الكوزين والساين اللي هم طلعوا لي في فاكتور مضروب فيهم لا هشوف هعمل كاني هعمل نورماليزيشن ليهم بحيث ان لما بعمل انتجريشن ده يديني الكومبوننتس اللي هي اس 1 واس 2 على طول ما يكونش مضروب في فاكتور زي كده. فدي اسمها بيزك اورثوجونال سيجنالز واضح؟ طب تعالى بقى يعني بعد الانتروداكشن دي نجو ثرو السلايدز هنا ونشوف لو يعني لو في حاجه مش مفهومه ممكن ايه نناقش. يعني هو كده انا اولموست يعني خلصت السلايدز كلها بالشرح ده ولكن هنورجنايز بقى الكلام ده بحيث ان احنا نشوف ازاي نجيب الفاكتورز اللي هو مضروب في الكوزاين والساين ونجيب يعني بيزك اورثوجونال سيجنال نجيبها ازاي وكده. طيب طبعا هنا السيمبل تايم تي اللي هو بنسميه تي بي عندي السيمبلز اللي هبعتها ام 1 وام 2 وام ام يعني هنا عندي ام سيمبلز ام
سيمبلز اللي احنا كنا مثلا كان مثلا 0 1 في الباينري. خلاص الام سيمبلز دول هيتمثلوا ب ام سيجنال. ام سيجنال اللي هي فين بقى؟ هرجع تاني اوريك بقى الام سيجنالز اللي هم دول اللي هم اس 1 اس 1 في كوزاين، دي السيجنال الاولانيه، والسيجنال الثانيه مثلا هنا اس 21 في كوزاين واس 22 في ساين مثلا يعني. خلاص وات ايفر انت هتمثلها بايه يعني، فدي السيجنال اللي هتبعت، لكن السيمبل نفسه 0 او 1 ماشي. فاهو ده السيمبل اهو، السيمبل 0 او 1 او وات ايفر السيمبلز اللي هبعتها بمثل كل سيمبل بسيجنال. خلاص وكل واحد ليه probability. طبعا probability هنا مهمه، احنا شفناها في لما جبنا probability of error في الماتش فلتر، قلنا ان الثريشولد يتاخد في النص ولا مش لازم ياخد يتاخد في النص؟ مش لازم. ايه الفاكتور اللي خلاني اخد الثريشولد في النص او اقرب لل1 ولا اقرب لل0؟ هو probability distribution. لو ال1 بيجي كتير فالثريشولد يبقى ايه؟ بعيد عنه علشان احافظ على ال1 اكتر يعني، يبقى النويز الايفكت بتاع النويز عليه اقل، فخلي الثريشولد بعيد عنه شويه. خلاص بعيد عنه قد ايه؟ باللوج اللي هو شفناه، لوج probability على probability. طيب دكتور الانرجي اتفضل. هو ال SIT مثلا لو هم M هيبقى نصهم لل 0 symbol ونصهم لل 1 symbol صح كده؟ لو ايه معلش؟ اللي هي الترانسميتد سيجنال اللي هي SIT لو هي عددها M هتبقى نصها لل 0 ونصها لل 1 صح؟ عندها M يعني ايه؟ عددها M. لا ما هو العدد ده هو ده. ايوه يعني اقصد هتبقى جزء منها للسيمبل 0 يعني زي كده 0 و180، فواحده لل 0 وواحده لل 1 صح؟ بالظبط. يعني مثلا لو عندي هنا تعال، لو عندي هنا 16 كوان، عندي 16 اس اس 1 واس 2 لغايه اس 16 وعندي 16 سيمبلز ماشي. ال 16 سيمبل دول بجيبهم منين؟ انتوا فاكرين نايكوس وشانون؟ عشان كده هبعت اكتر من بيت مره واحده يعني، مش تبقى 0 1 بس، هتبقى مثلا 0 0 1 ك 1 0 كده. بالظبط. نايكوس وشانون، نايكوس قال ايه؟ قال ان انا ممكن ابعت داتا ريت اعلى في نفس الباند ويدث بس ابعت اكتر من ليفل. ازاي ابعت اكتر من ليفل؟ مثلا لو جينا هنا في 16 كوام هيبقى عندي هاخد كل 4 بيتس، كل 4 بيتس اهو لغايه لما اوصل ل 111، كل هسمي ده سيمبل ام 1 مثلا، وده ام 2 وام 3 لغايه ام ايه 16. فاصبح ان انا همثلهم ب سيمبلز 16 سيمبلز. يبقى على التشانل، على الكوميونيكيشن تشانل، انا عاوز ابعت باينري بس عشان الباند ويدث صغير هبعت هعملهم ايه 16 ليفل مثلا. خلاص كل ليفل من دول هيطلع له ايه؟ مش مهندسه كانت بتسال، هيطلع له ايه؟ هيطلع له اس. هيطلع له سيجنال اس 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 16. خلاص كده. طيب سؤال بردك يعني، رجعنا تاني للحته دي، ايه الفرق ان انا ابعت يعني انا لو بعت 16 ليفلز اهو هبعت نفس الداتا ريت على ايه؟ باند ويدث اقل، او لنفس الباند ويدث هبعت داتا ريت اعلى. طيب لو انا خليتهم بدل 16 خليتهم مثلا 64 او زودتهم، ايه الدروباك اللي هيحصل؟ المشكلة الايرور ممكن يزيد عشان لو الايرور في بيت واحدة كل سيمبل كله راح. بالظبط. المشكلة هنا الايفكت بتاع النويز هسبب ايرور اكتر. ليه بقى؟ خلينا اسألك سؤال، لو انا عندي
في السيجنال اللي فوق دي اللي هي الكوام 4 كوام، انا عندي اقدر ابعت الرينج ده مثلا، مثلا يعني هقول مثلا يعني الرينج ده مثلا 10 فولت من بلس 5 فولت مثلا لماينس 5 فولت، ماشي معايا؟ الرينج ده هيكون كام؟ يعني هنا ده يعني السؤال، هل ده 5 فولت فيبقى ده 5 وده 5 وده 5 يبقى كده سوري ده 10 فولت ولا ايه؟ يبقى ده 10 وده 10 وده 10 يبقى الكلام ده 30 فولت، يعني من بلس في 15 نفس لماينس الرينج 15 هيتقسم على عدد ولا البيتس سيمبل، نعم؟ نفس الرينج هيتقسم على عدد السيمبلز اللي عندك. بالظبط كده، نفس الرينج هيتقسم على عدد ايه؟ عدد اكتر، فبالتالي اللي هيحصل ان هم هيقربوا لبعض، فمعنى ان هم هيقربوا لبعض ان لو في اي نويز، مثلا لو اتكلمنا على السيمبل مثلا هنسمي ده مثلا S1 2 3 S4 S5 مثلا S6، لو اتكلمنا على S6، S6 هو مبعوث اصلا بالقيمه دي، ماشي؟ لو حصل ان النويز جت عليه هعملها بقى بالايه، بالشكل الطوبي اهو، فممكن S6 ده نفسه اللي انا بعمله بالطوبي ده، لو انا بعت S6 ممكن يجي اي سيمبل من السيمبل التانية على حسب النويز هتخليه يروح فين، النويز دي هتيجي منين. هرجع تاني اوريكم الايكويشن دي، ان النويز ليها كومبوننت في الكوزاين وكومبوننت في الساين، فالهوريزونتال كومبوننت مش هتبقى هي دي بالظبط، ولا الفيرتيكال كومبوننت هتبقى هي دي بالظبط، خلاص؟ فبالتالي الايفكت بتاع النويز هنا هيبقى كبير، فده برضك ايه، ده اللي احنا برضك عاوزين نحسبه يعني. فاجابه سؤالك اهو ان هي السيمبلز اهي، وكل سيمبل ليه ايه سيجنال. طبعا الايفكت بتاع النويز، الايفكت بتاع الانرجي عشان كده مهم، فبالتالي هنا اللي هو زي ما قلنا من بلس 5 لماينس 5 دي هتقسم على عدد اكبر، فالانرجي هنا ايه كريتيكال طبعا، واحنا شفناها في الماتش فلتر ان اي بي اوفر ان نوت طبعا بيحدد البيت ايرور ريت من الكيرف بتاع الايرفك فانكشن، فهنشوف برضك حاجه شبيهه ليها هنا. طب هنفترض بقى ديت وايت جاوسن نويز، فالوايت اهي بزيرو مين، والافريج بروبابيلتي اوف ايرور دي اللي احنا عاوزين نحسبها بقى، يعني دي مش طبعا مش تبقى جيفن، دي اللي عاوزين نحسبها، ماشي؟ الموديل بتاع زي ما احنا ما عملنا في الماتش فلتر ده ريبريزنتيشن للترانسميتر والريسيفر، فيبقى عندنا هنا ده المسج اللي بعتها ام، همثلها بسيجنال بكوزاين وساين او وات ايفر السيجنال اللي هنتفق اللي هنبعت عليها وثرو للشانل، وهيجي هنا الاكس دي، الاكس دي بقى مين؟ الاكس دي بتساوي ايه؟ بتساوي اس اوف تي بلس النويز، او اس اي اوف تي بلس ايه النويز، خلاص؟ هاخد بقى عند ريسيفر ديسيجن اللي هو طبعا هنا اسمها ام ام كاب على اساس ان هي مش السيجنال بالظبط، استيميتد استيميتد سيمبل، فممكن يكون هو لو بعت ام 1 يجي لي ام 1، ولو بعت ام 1 ممكن يجي لي نتيجه الايرور اي ام ثانيه، فلو هنحسب اللي هو مش ام 1 كايرور، والكلام ده عملناه في الماتش فلتر، وده ده اللي انا لسه كاتبه، ان الاكس دي عباره عن مجموع الاثنين سيجنال ايه سيجنال ونويز، والنويز طبعا هنا اديت بوايد جاوس النويز. طيب البروبابيلتي اوف ايرور هنا زي ما قلت لكم، هنعتبر ان احنا البروبابيلتي بتاعت كل سيمبل هي بي اوف ام اي، فور سمبلستي هنعتبر ان السيمبلز كلها نفس البروبابيلتي، فيبقى كل سيمبل البروبابيلتي بتاعته كام؟ 1 اوفر ام. الانرجي اللي موجوده في السيمبل اهو الانتجريشن بتاع الاس الاس سكوير دي تي. في حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا عملت عليهم فريم ده؟ طيب اللي تحت دي اللي انا قلتها يعني شافه في السلايد اللي فاتت، ان اي البروبابيلتي اوف ايرور
هي ان انا هيجي لي اي سيمبل لما ابعت سيمبل جيفن ام اي، يعني انا بعت ام اي يجي لي اي سيمبل تاني غير ام اي، ده هعتبره ايرور. ماشي، لما اجيب الافريج ايرور زي ما عملنا في الماتش فلتر بنعمل ايه؟ ها زي ما عملنا في الماتش فلتر بنجيب الايرور، هو عباره عن ايه؟ كل ايرور لوحده مضروب في البروبابيلتي بتاعت السيمبل الكورسبوندنج سيمبل، السم الافريج بتاع اي حاجه هي البروبابيلتي، الحاجه دي مضروبه في البروبابيلتي واخد السم، مش مجموعهم على عددهم. مجموعهم على عددهم يطلع امتى؟ عندهم نفس البروبابيلتي لما البروبابيلتي بتاعتهم كلهم قد بعض، اللي هي احنا اصلا فرضنا هنا اهو، خلاص. ففي الحاله دي هل ممكن اشيل البي اي دي واحط بدلها 1 اوفر ام؟ ها؟ هل ممكن اشيل البي اي دي واحط بدلها 1 اوفر ام؟ ممكن اه. تحت الفرض ده ممكن اشيله. خلاص؟ ف ده كده ايه البروتوكول. الجيومتريك ريبريزنتيشن بقى بتاع السيجنال هنتكلم دلوقتي بقى على الاورثوجونال فانكشنز. كلمه اورثو نورمال، كلمه اورثو نورمال دي معناها بيزك اورثوجونال فانكشن. الاورثوجونال فانكشنز دي كسيمبل هنسميها فاي 1 وفاي 2 وفاي ان، ده اللي هو بدل مين كنا اتكلمنا عنه في من شويه. ساين وكوزاين بالظبط كده، دي كانها الكوزاين اوميجا تي مضروبه في رقم هنا او في فاليو وفي ساين اوميجا تي، فاحنا عايزين الفاليو دي بحيث ان هي تبقى الاكسس لما ارسم هنا دي الفاي 1 اوف تي ودي فاي 2 اوف تي اللي هما اتنين يعني، يبقى يبقى ده يونت 1 يونت لما ابعت السيجنال اس اس 1 واس 2. خلاص، فطبعا الايكويشن دي الايكويشن دي بتسمرايز اللي احنا قلناه كله. حد يقدر يشرحها هي عباره عن ايه؟ بتدي فاليو في واحدة معلش علي صوتك. إنها بتدي فاليو في واحدة وبتدي زيرو في السيمبل التاني، فهي كده أرثوجن. بالظبط كده. الكونسبت اللي احنا قلناه في الكوزاين والساين في حاله الانالوج ان هم بيربندكولار على بعض وفي انجل 90 ديجريز، قلنا في حاله الديجيتال لا مش كده. حاله الديجيتال كلمه هنبدلها بكلمه اورثوجونال، وهتبقى ان مفيش كومبوننت من واحد على الثاني. يعني ايه مفيش كومبوننت من واحد على الثاني؟ ان لما هضرب زي ما شفنا كده ضربنا كوزاين في كوزاين وعملنا انتجريشن هيطلع برقم، خلاص. الرقم ده احنا عاوزينه واحد، ماشي؟ ليه؟ عشان تبقى يونت. لو ضربنا كوزاين في الساين وعملنا انتجريشن على بيريود كامل هيدينا زيرو. او في اي فاي اي وفاي جي لو ضربناه في بعض وعملنا انتجريشن على بيريود كامل يطلع ب1. لو هو الاي ايكوال جي يعني هتبقى فاي سكوير، يعني في الحاله دي هتبقى كان عندي فاي اي سكوير. خلاص، لو هما مش قد بعض يطلع بزيرو. علشان كده لما رسمت الكوزاين والساين هنا، لما رسمت هرجع تاني معلش، لما رسمت دول قلت لكم ان ده لازم يبقى عدد انتجر من السايكلز، خلاص. لان هو مش عدد، لو مش عدد انتجرز مثلا، لو نص سايكل مثلا يعني مش الانتجريشن ده مش هيدي ايه؟ حاضر. المالتيبلكيشن ده مش هيدي زيرو، خلاص. فبالتالي لو استخدم ساين وكوزاين لازم يبقى عدد سايكلز انتجر يعني. طيب دكتور انا عندي سؤال في السلايد اللي فات. اتفضل. هو ليه هنا كاتب فوق ان الان لازم تبقى اصغر من او يساوي الان؟ ما ديش شفناها ان عدد السيمبلز لازم يبقى اصغر
عدد الاورثوجونال فانكشنز يبقى اصغر من الام. يعني لو عندي اتنين اورثوجونال فانكشن بس، يعني مثلا لما قلنا 16 كوام، لو قلنا مثلا 16 كوام كان عندي كام ام، كام سيمبل؟ 16 صح؟ كان عندي 16. مثلناه بكام اورثوجونال سيجنال؟ باتنين. اتنين بس، كوزاين وساين. خلاص، طب ايه الفايده بقى ان انا عندي اورثوجونال سيجنال كتيره وانا اصلا ما عنديش سيمبلز كافيه؟ هي السيمبلز دي هي الليفلز اللي في المسج سيجنال؟ السيمبلز دي هي الليفلز اللي هي 16 ليفل مثلا في الكوام مثلا. تمام. هرجع كده اهو، اللي هم اهو قلنا هنبعت 16 سيمبل اللي هم 16 ليفلز. بس هنا بقى يعني لو قلنا 16 ليفلز يبقى احنا بنتكلم على امبليتيود بس، لا هنا مش هنمثلهم بامبليتيودز مختلفه بس، ولكن هنمثلهم ب تو دايمنشن هورزونتال وفيرتيكال. ولو احنا عندنا ثلاثه اورثوجونال سيجنالز همثلهم بايه؟ همثلهم كانك عندك 3D. فطبعا لو استخدمت 3D هيحسن البرفورمانس بتاع الايرور. ليه بقى؟ هيبعد مسافات ما بينهم، هيبقى اللايكلهود بتاع كل واحده اكبر، المساحه اكبر، او اللايكلهود بتاعتها هتبقى، يعني انا مش هتكلم على مساحه كاريا، يعني قصدي يعني كلايكلهود حواليها هيبقى اكبر. طيب فبالتالي هنا الاس، معلش انا عاوز اوصل لنقطه وان شاء الله ننهي المحاضره. الاس اي هنا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كومبوننتس. الاس دي اللي كنا بنتكلم عليها مثلا اس 21 واس 22 كومبوننت في الفاي 1 وكومبوننت في الفاي 2 وكومبوننت في الفاي جي. يبقى كل سيجنال بتمثل كسيجنال، يعني كل سيمبل بتمثل بسيجنال اس. هبعتها ازاي بقى؟ اللي هي مجموعه اورثوجونال فانكشنز مع بعض. خلاص. طيب عند الريسيفر، علشان لو انا جبت الاس اي دي ضربتها في الفاي، ماشي، معلش هرجع اوريكم حاجه وهاجي هنا تاني هنعملها جنراليزيشن. اللي هي دي احنا كنا عملنا ايه؟ كنا ضربنا في الكوزاين وضربنا في الساين وعملنا انتجريشن فطلع تو اوتبوتس منهم، عرفنا الكومبوننت بتاعت كل واحد. هل الكلام ده كان بي جنرالايزد ولا لا؟ اهو كان بي جنرالايزد. خلاص، يبقى عند الريسيفر حد يقدر يقول لي الريسيفر هعمله ازاي؟ الريسيفر هعمله كده. ده الريسيفر اهو وده الترانسميتر. لو بصيت للترانسميتر اللي عامله انا كومبوننتس اس اي جي، دول عارفهم ولا لا؟ الكومبوننت بتاع كل سيجنال على السيجنال فانكشن بتاعتها، عارفهم ولا لا؟ عارفهم، يعني التقسيمه دي انا اللي عاملها كديزاين. دي مثلا ادي الفاي 1 وادي الفاي 2 وادي مثلا سي هنا اس 1. الاس 1 دي ليها كومبوننت اس 11 وهنا كومبوننت اس اي 12. S11 ده انا اللي مقسم الاس دي مع بقيه السيجنالز اللي هتتبعت، ومدي كل واحده كومبوننت في الفاي 1 وكل واحده كومبوننت في الفاي 2. فعند الترانسميتر انا S11 واس 12 عارفهم ولا لا؟ عارفهم، عشان اكونستراكت الاس كل اللي هعمله هضرب S11 في الفاي 1 واس 12 في الفاي 2 اهو، هيطلع لي ايه؟ SI. لو انا بقى طلعت ده خلاص، ده كده عند الترانسميتر. عند الريسيفر افصلهم ازاي؟ احنا قلنا كلمه اورثوجوناليتي ان انا بضرب في الفاي واعمل انتجريشن على بيريود كامل، يطلع لي الكومبوننت بتاعت كل فايل لوحدها. خلاص، الريسيفر بقى هيبص على القيمه دي ويبص على القيمه دي ويبص على القيمه دي، يشوفها هي فين في السبيس ده، ويشوفها اقرب لاس 1 ولا اقرب لسيمبل تاني، لان هو ما يعرفش ايه اللي اتباع. خلاص، فبالتالي لو هو قربها للسيمبل صح يبقى كده مفيش ايرور، لو قربها للسيمبل غلط يبقى ايه؟ في ايرور. واضح؟
الرسمه دي بقى مهمه جدا، لان دي هنستخدمها بعد كده كتير. ان الترانسميتر عباره عن ان انا عندي الاس اس اي جي واضربها في الكورسبوندنج فايل، هكونستراكت السيجنال اللي هبعتها اس اي. عندي الريسيفر هيكون عندي اس اي طبعا بلس نويز، يعني لو حبيت تكتب هنا بلس نويز او بلس نويز خلاص، فبالتالي هيطلع هنا هيدرب في كل كومبوننت ويطلع هنا اس 11 اس 12 او اس اي اس اي 1 اس اي 2 اس اي ان، اللي هما هنا زي التو كومبوننت دول زي ما قلنا، لو قريبه من دي هيعتبرها ايه هي اس 1، لو قريبه السيمبل الثاني هياخدوا ان هي السيمبل الثاني. فدي بقى مهمه جدا، دي هنشوفها كتير. بس يعني الموست اوف ذا كيسز هنبقى مهتمين اكتر باتنين بس، فاي 1 وفاي 2 بس، ده الجنرال كيس. يعني في حد عنده اي سؤال؟ طيب ده وان برضك شفناه، يعني لو عندي ان ب 2 فاي 1 وفاي 2 ممكن امثل هنا ثلاثه سيمبلز، دي احنا شفناها كتير دلوقتي. ان طبعا لو انا همثل دول، حد يقدر يقول لي ريبريزنتيشن احسن للاس 1 واس 2 واس 3؟ ها؟ كل واحدة في كوادرنت لوحدها يعني، أو يعني واحدة على اللي فوق، واحدة في الكوادرنت اللي تحت يعني. اه يعني انا ابعدهم عن بعض، هم هنا قريبين من بعض فابعدهم عن بعض، مثلا احط واحدة هنا وواحدة هنا مثلا وواحدة هنا، ممكن اجل منهم مثلا 120 اهي، يبقى دي مثلا اس 1 ودي اس 2 واس 3 اهي. طبعا كل ما ابعدهم عن بعض، ليه بقى ابعدهم عن بعض كده؟ علشان الاريا يبقى في مساحة أكبر للاريا، عشان الفيت بتاع النويز أزود اللايكل هود ريجن. يعني هنا أهو هيبقى كده أهو مثلا، لو على ده هاخد مثلا خط كده أهو في النص، هقول ديا كده اس 2 دي اس 1 أهي، وهنا ده كده اهو مثلا اس 2 واللي تحت ده اس 3 ماشي. فهنا طبعا هتلاقي ايه، هتلاقي إيه ان اس 1 يعني اللايك رول بتاعتها صغيره، انما هنا بقى هيبقى احسن اللايك رول. هعمل ايه، هقسم كده، هتلاقي ان هما الثلاثه تقريبا زي بعض، دي اريا اهي ودي اريا تانية ودي لايك ودي لايك رول تالت، واضح؟ فهنا طبعا الاس الاس الاس، بس خلي بالك طبعا هرجع تاني واقول ايه، على حسب البروبابيلتي اوف ايرور. افرض ان الاس 1 بتيجي قليل، فيبقى البراح من ناحيه اس 2 واس 3 احسن، خلاص زي ما شفنا في ماتش فلتر. يعني ممكن يكون ده احسن على حسب البروبابيلتي ديستريبيوشن، لكن لو البروبابيلتي ديستريبيوشن يونيفورم يبقى اللي انا رسمه على اليمين ده احسن. في حد عنده اي سؤال؟ هي الاس 1 الاس 1 سيجنال ولا سيمبل؟ عشان يعني الاس 1 والاس 2 والاس 3 دول سيجنال اللي بتمثل سيمبل. السيجنال اللي بتمثل السيمبل ام. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. طيب انا اعتقد انا يعني في بقى جرام سميث، انا اعتقد ان ممكن نقف عند الحته دي عشان بس الوقت. احنا كده كده عندنا يوم الخميس محاضره، ويوم السبت ان شاء الله محاضره. هنحاول ان شاء الله ان احنا في خلال المحاضرين دول نخلص الجزء الباقي، ولكن يعني جاست ان كيس، بس لو انتوا في السكاشن خدتوا مثال على جرام سميث، هديكم بس هنت بسيط عنها. هي الفكره كلها في جرام سميث، هو اللي انا قلته قبل كده، ان انا عاوز الهوريزونتال ده يبقى 1 يونت، ان انا لما اضرب في الفاي واعمل انتجريشن يديني 1، ما يدينيش اي رقم تاني، عشان كده السيجنال تبقى اورثو نورمال. فبتشوف الفاي 1 بتبقى اس 1 على السكوير روت بتاع الاي 1 ماشي. الفايتو
الفاي 2 بجيب الريزيدوال بتاعها واخليه هو اللي هو الاس اس 21، واجيب الريزيدوال بتاعها اخليه اخليه هو اليونت في الفاي 2. فبالتالي يعني خلينا احسن نشرحها المره الجايه عشان بس الوقت، بس لو حليته عليها في السكاشن هيكون ان الاورثوجونال فانكشن دي الفكره كلها هنا ان الانتجريشن بتاع الفاي 1 في فاي 1، الانتجريشن بتاع فاي 1 الانتجريشن بتاع فاي 1 سكوير دي تي من 0 ل تي يدي 1. عشان يحصل كده لو انا عملت هنا الانتجريشن بتاع ده سكوير اللي هو ده سكوير، فالانتجريشن بتاع الانتجريشن بتاع اس سكوير هيدي الانرجي اللي فيها، وتحت هنا مقسوم على النورماليزيشن هو على السكوير بتاع الانرجي، ففي الحاله دي هتطلع ب 1 يعني. واضح؟ هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. في حد عنده يسأل لغايه كده؟ دكتور هو احنا هنعوض 2 lectures كمان خميس وسبت؟ احنا اوريدي احنا في 2 راحوا مننا، عوضنا واحده الخميس اللي فات وهنعوض واحده الخميس اللي جاي، وواحده انا قلت السبت هو الحد يعني، قصدي الخميس والحد. طب دكتور احنا ممكن نبقى نعوض واحده بس عشان احنا كده كتير قوي يعني، احنا بجد الاجازات اللي راحت دي مش ذنبنا، والترم قصير قوي اوريدي يعني، الفاينلز بعد اسبوعين، وعندنا المواد التانية في حاجات اللي اتلغت، فاحنا مش اسهل ان احنا نلغي حاجة بدل ما نعوضها؟